وينضم إلينا للتعليق على هذا الموضوع من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي السيد فاروق فتيان الراوي. مرحبا بك سيد فاروق معنا. أهلا وسهلا. هل ثم التفسير لهذا النزاع المرير بين شركاء العملية السياسية على الدرجات الحكومية الخاصة؟ وماذا تعني بالنسبة لهؤلاء الشركاء؟ للأسف صوت التقرير نعم السماعة من أذنك حتى يتسنى لك سماع. الآن أسمع. سمعت نعم. سؤالي جيدا؟ الآن أعد السؤال إذا ممكن. يعني كنا نتحدث عن أهمية الدرجات الخاصة بالنسبة لهؤلاء الشركاء الذين يتنازعون عليها فيما يشبه صراع حقيقي على هذه الدرجات تعطل تشكيل الحكومة. نعم، هو الحقيقة مسألة الدرجات الخاصة هي ضمن صفقة المحاصصة من 2004 ولحد الآن، وهذا الصراع ليس جديد. كنا نتذكر أيام علاوي وأيام الجعفري وأيام المالكي والعبادي، في كل عملية تشكيل وزارة تستمر الصراعات ما بين الكتل وما بين الأحزاب للاستحواذ على أكبر المناصب. الدرجات الخاصة الموجودة الآن إذا كانت بالوكالة أو بالأصالة، ماذا قدم الوكيل كي يقدم الأصيل؟ للأسف هذه درجات معظمها هي فقط تثقل الميزانية، مثل ما ذكر التقرير، ميزانية تتعرض إلى درجات كثيرة تتجاوز الـ5000 درجة. هذه الدرجات تحتاج إلى رواتب وتحتاج إلى مخصصات وتحتاج إلى حمايات، كل هذه هي تثقل الميزانية وتثقل الحكومة. نعم، أليس هناك ثم التناقض بين ما تحدث به عبد المهدي وعدد من شركائه عن أن الدرجات الحكومية الخاصة لن تكون محل مساومات أو محاصصات، وبين كونها تعطل مجرى أو سلوك الحكومة وهناك صعوبة كبيرة في حسمها؟ للأسف لم يتغير عبد المهدي. عبد المهدي عندما طرح في أول كلمة إلى طرح مسألة التجاوز المحاصصة الطائفية والعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط، لم نشاهد حكومة التكنوقراط، ولحد هذه اللحظة لا يوجد وزير للتربية، ووزير الدفاع والداخلية حسمت قبل أسبوع. هذه الأمور لا زالت الحقيقة هي نفس المعاناة، المحاصصة والاستحواذ من قبل الكتل والأحزاب هو اللي طاغي على كل هذه الأمور. نعم، مؤخرا بدأ يتصاعد الحديث حول، وهذا الحديث طبعا من عدة شركاء في العملية السياسية، حول ضعف الحكومة وفشلها في العديد من الملفات. هل كان هذا متوقعا؟ هل كان متوقعا أن تكون هذه الحكومة قوية ومختلفة عن الحكومات السابقة؟ لا بالعكس، يمكن في أول لقاء أنا من على هذه القناة، في أول لقاء بعد تشكيل الحكومة بيومين أو ثلاثة، لم أتوقع أن تتغير هذه الحكومة، بدليل أنه كان عبد المهدي لا يملك قوة داخل مجلس النواب ولا يملك كتلة نيابية، ولذلك هو نوع من الأرضاء ونوع من الحسم الأمور، حسم الخلافات الموجودة، جيء بعادل عبد المهدي، ولذلك هو كان ضعيف من البداية، ليس جديد، من اليوم الأول إداء الحكومة كان ضعيف، بدليل أنه لم تحسم قضايا كثيرة في الحكومة. نعم، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية في العراق، حيث يرى بعض المراقبين أنها تمر في وضع حرج الآن؟ العملية السياسية عملية عرجاء منذ اليوم الأول، يعني الدستور والانتخابات والمحاصصة هي عملية عرجاء من يوم ولدت بإرادة أمريكية وبتدخل إيراني، والآن الطرف الإيراني هو اللي يحسم الأمور، وبدليل أنه الآن قرار دمج الحشد الشعبي مع القوات المسلحة، هذا القرار رغم أنه ما يراد به أنه في العلن أنه هي عملية دمج القوات بقوات مسلحة، ولكن
هي لإرضاء الحشد الشعبي بعد الضغوط اللي تتعرض لها الحكومة. سيد فاروق، هناك شبه إجماع بين شركاء العملية السياسية على ضعف حكومة عبد المهدي، بالإضافة إلى عودة التظاهرات الشعبية الساخطة على أداء هذه الحكومة. كيف تتوقع أن يبدو المشهد العراقي في الفترة القادمة؟ للأسف المشهد من فترة طويلة، ليس الآن، من عام 2010 ولحد الآن الخدمات في تراجع، الكهرباء لا زالت أزمة مستمرة، التعليم الآن نحن جامعاتنا خارج التصنيف الدولي في التعليم، الصحة متدهورة، فقطاع الخدمات، قطاع كل القطاعات. فإذا هو عندما نقول نجاح الحكومة أو نجاح الحكومة، هي ليست بنجاح مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، وإنما من خلال النتائج اللي تفرزها الوزارات مجموع ما تحققها من نتائج إيجابية لصالح الشعب هو اللي يجعل هذه الحكومة ناجحة أو فاشلة. فلما نجي نقيم الحكومة، إدائها فاشل في كل المستويات. شكرا لك الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي، كنت معنا من أثينا.